بعرف إني مو عاجبك بنوب، بس هذا الحكي اللي عم بتقوله ما له أصل وما بعرف أنت منين جايبه. أنا منين عم جيب هالحكي؟ وثيقة الزواج تبعكم بإيدي يا أستاذ سليم. هالحكي مو صح، عم بتألفه من عندك. يعني اللي أنت بتقصده من هذا الحكي إنه مانك متجوز سارة، مو هيك؟ آه؟ طيب إذا كان هيك، هي كيف لساتها بتركيا لهلأ؟ كيف عم تأخذ الإقامة من دون وثيقة زواج؟ فيك تفهمني؟ شو لسه ناوي تكذبني وتقول إنه عم جيب هالكلام من عندي؟ هذا الموضوع تسكر بالنسبة لي، فلا تعذب حالك على الفاضي يا أستاذ سليم. يلا المقابلة خلصت، رجعوا على الزنزانة.